السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كل اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. سورة الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. يا برج الجوزاء، شايف عندك بإذن الله تعالى في أموال يعني غير متوقعة أو مكافأة أو في أشياء راح تربحها من المال قادمة ليك، في أموال أو ربح داخل ليك من وظيفة أو أموال أنت منتظرها، لأن أنا شايف في أموال داخلة ليك بإذن الله تعالى. وهنا برضو لديك بشرى أو فرحة في خلال أيام قليلة إن شاء الله. خلال أيام قليلة هتكون عند حسن ظنك هاي البشرة أو هاي الاتصال اللي أنت منتظره. في شخصنا أرى شخص بيحبك، وهذا الشخص بيراقبك عن قريب. الشخص ده بيحبك وبيراقبك عن قريب. هاي القراءة أخواتنا في الله للرجل وللأنثى. شايف هنا برضو في حصل انفصال ما بينك وما بين شخص، او حصل مشاكل او حصل نفور، لان انا ارى شخص نادم على فراقك. حصل فراق ما بينك وما بينه، او حصل مشاكل او حصل نفور او حصل انفصال، هاي الشخص ندمان عليك. ارى الندم في عيونه واضح عليك، بس العيون واضحة ومش سايباك في حالك، مش سايباك في حالك يا برد الجوزاء. محسود، محسود من أقرب الناس ليك. أقرب الناس ليك بيتمنوا لك الشر، بيتمنوا لك تكون أنت المحتاج ليهم، ما يحبوكش تكون أحسن منهم، بيتمنوا لك كل الشر لأن العيون عليك واضحة، مش سايباك في حالك، عاملة لك عراقيل في حياتك، عاملة لك ضيق، عاملة لك طاقات سلبية، دايما مخنوق، دايما بتحس بانك لوحدك، ما فيش حد بيساعدك، وموقفه معاك اشياء، حاسس ان ما فيش حاجه مكتمله معاك، وكل ما تمشي الخطوه لقدام تردع للخلف، عاكسه معاك الاشياء كثيره. ابشر، شايف برضه هنا في ايد هتتمد ليك وراح تخردك، او هي هتكون سبب لمك، او سبب يعني هتكون فرحه ليك وهتخردك من حزنك وتعبك الفترة اللي فاتت، كل الحزن اللي مضيت بيه أو التعب. بفضل الله راح الإيد تتمد ليك وتكون معاك في المساعدة، وراح تشايفك لأنك مبسوط بعد ما هي الإيد تتقدم ليك أو تكون معاك بإذن الله. القلق اللي عندك، شايف برضو هنا في قلق، عندك قلق اتجاه برضو أحد من أفراد أهلك، أحد تعبان قريبك أو مريض أو بيعمل عملية. اطمئن، سينتهي هذا القلق قريباً بإذن الله تعالى، ورح يشفى بأمر الله تعالى. شايف برضو عندك هنا تيسير أمور، بتحاول تقضي حاجة أو بتشتري حاجة. شايف في قضاء حاجة وتوفيق إن شاء الله في العمل. وشايف عندك برضو هنا نجاحات واستقبال بشرى. شايف برضو هنا أن أنت بتقدم على وظيفة أو بتقدم على عمل أو بتخلص أوراق، إن شاء الله رح تربح منها بإذن الله تعالى. شايف هنا برضو في بشرة أو فرحة كبيرة إن شاء الله. شايف هنا برضو استقرار، اطمئنان على شخص كما كنا، إن شاء الله راح تطمئن على الشخص الغالي عليك. شايف هنا في فك بلوك أو حصل ما بينك وما بين شخص قريب عليك أو حبيب ليك، حصل بلوكات ما بينكم أو حصل فصل ما بينكم. شايف في فتح بلوك ما بينكم وفي ردوع تواصل للعلاقة كما كانت بإذن الله تعالى. عندك أمنية غالية على قلبك، في أمنية بتفكر فيها أو عندك أمنية غالية على قلبك، لأن أرى في تحقق أمنية، هاي الأمنية تكون غالية على قلبك، لان انا شايف في تغير برضو. انت عتبه، كما نقول عتبه او مكان او مسكن، لان شايفك بتغير مكان لمكان، في نقله ومبسوط في هاي النقله وسعيد وهتخرج من هذا الطاقه السلبيه. برضو عندك هنا اوراق حكوميه او من جهه حكوميه اراك بتخلص فيها، في اوراق انت بتخلصها، الله اعلم، لان شايفك في جهه حكوميه بتخلص اوراق، راح تخلص على خير ان شاء الله. ارى في برضه زعل عندك او حزن،
كنت محتاج مبلغ يعني مالي أو مادي، لكن قدرت أجيبه. بس قدمت، قلت لناس أو طلبت من ناس ما قدرتك أو ما عطتك هاي المبلغ اللي كنت محتاجه، مع إنك أنت في زنقتهم أو لما كانوا محتاجين ليك أعطيتهم ما تريده أو وقفت معاهم. أنت جيت تحتاج منهم، ما قدروك ولا ما ردوا عليك، لكن أنت قدرت تجيبه. في اكتشاف هنا أمور وحقائق حواليك. خلي بالك من أصدقائك، أو خلي بالك من اللي عاملين قدامك حبايبك وهم بيتمنوا لك الشر، لأن شايف هنا راح تكتشف أمور حواليك. في حد بيحاول يأذيك، هو قدامك عامل حبيب أو عامل حبيبك، لكن شايف هاي الشخص بيحاول يأذيك على قد ما يقدر. هذا الشخص بيحاول يعمل لك سحر، وهي بسبب وحدة، بسبب وحدة هي اللي موصياه عليك. هذا الشخص بيحاول يعمل لك سحر عشان يعمل لك عراقيل أو يعمل لك انفصال ما بينك وما بين حبيب، أو هلا إننا أرى في سحر بيتم عليك. هنا شايف برضو هنا في ناس خايفة وبتفكر وقاعدة بتفكر في اللي داي. بلاش تفكير وسيبها على الله، سيبها على الله، وإن شاء الله راح تنحل كل الأمور بقدرة الله تعالى. كل الأمور راح تنحل بمشيئة الواحد الأحد. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شايف هنا برضو ندمك بيلمع، يعني شايف في مجال عملك وعرض. هنا شايف هينعرض عليك عرض مغري بعد أيام قليلة، أوعى ترفضه، أوعى ترفضه. في عرض هيتقدم عليك أو هينعرض عليك، أوعى ترفضه. هاي العرض هيكون مناسب ليك. شايف برضه هنا اللي شخص أنت هنا اللي حبيته وفرحت بوجوده طلع خاين أو طلع غدار أو سابك لوحدك أو حصل انفصال وأنت مش قادر تبعد، أو يعني مش قادر تنساه. راح تشوف فرحة قادمة ليك بإذن الله تعالى، لأن شايف نفسك مكسورة أو مضغوط نفسيا بسبب كثرة التفكير أو بسبب كثرة الطاقات السلبية. شايف عندك ضغوطات كثيرة، إن شاء الله راح تخلص من هاي الطاقات. استعد الأسبوع القادم ده إن شاء الله. شايف انها كل امور كانت عندك عامله لك خلافات او عامله لك ضغوطات او عامله لك مشاكل. شايف برضو في هنا امور هامه ستحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها. راح تعرف الاشخاص او الشخص او الست اللي عملت ليك السحر، لان عندك هتبان علامات، لان ارى في قلب سحر بسبب هاي الأيام. شايف في قلب سحر، انقلب سحر على الشخص الذي ذهب للساحر، وهي بان علامات قدامك أو أنت شفته في رؤيات منامية، لأنك أنت كثيرا بيحلم بهاي الرؤيات معاه، ومؤكدة إن عنده سحر راح تحلم بيه، وهتشوف العلامات أو اللي كان عندك راح ينقلب على هذا الشخص. كل التعب اللي كان عندك سواء كان في المعدة أو كان في التعطيل أو كان المشاكل في المنزل أو كان الضغط، أتراها في الشخص اللي سوى ليك السحر. شايف هنا برضو الخروج، الشيء اللي من بيتك نقول عليه هو السحر، لأن أنا شايف خروجه من بيتك بإذن الله تعالى في مبلغ كبير إن شاء الله دايلك. هاي المبلغ راح يفك كرب معك شديد، راح تنقل من هاي المكان او انت راح تشتري بيه منزل او تشتري بيه سيارة، الله اعلم، لان شايفك راح تشتري اشياء قيمة. نقول هي العتبة الجديدة، العتبة الجديدة اللي فيها الراحة ليك ان شاء الله. شايف برضو هنا في شخص او حبيب او قريب، هذا الشخص محتار. شايف هو محتار او غيران ومشتاق ليك، مشتاق ليك. في نقلة أو تغير جذري بأمورك، كن مستعد لاستقبال نعم الله عليك إن شاء الله. شايف في تغيرات قادمة ليك، أنت على موعد مع ضحكة من القلب. فهناك أشخاص يحبوك وبيتمنوا لك الخير، احذر خسارتهم. أنت هنا فرق ما بين الأشخاص الفاسقة أو الأشخاص اللي بتتمنى لك الشر
والأشخاص اللي بتتمنى لك الخير. مش كل الأشخاص زي بعضها، زي ما أنت بتحب ناس من قلبك، في ناس بتحبك من قلبها وفي ناس مش بتحبك تكون أحسن منهم. فأنت هنا فرق ما بين الاثنين. شافنا حدث مفرح أو مساعدة مالية، في حدث مفرح أو مساعدة مالية قريبة لك، في مكالمة من شخص هنا قاطع التواصل ما بينك وما بينه، أو قطع الانفصال، أو حصل انفصال ما بينك، أو حصل مشاكل، شاف في مكالمة راح تردع الثقة ما بينكم أو تردع التواصل. في سفر، سفر أو وظيفة، لا أرى سفر أو وظيفة من هاي الاثنين خلال 3 نقط، نقول خلال 3 أيام أو 3 أسابيع إن شاء الله بإذن الله تعالى. شراء البيت أو تغير المحل أو تغير الإقامة. عندك شفاء برضو، في شفاء من مرض واستقرار صحي إن شاء الله. عندك برضو في ناس أذتك، لأن أنا شايف لك نصرة، في ناس أذتك بكلام، لأن أنا شايف لك نصرة. أنت شوف كان في ناس أذتك، لأن أنا شايف أمامي في نصرة على ناس أذتك. ليك نصرة بإذن الله على هذا الناس اللي أذتك كتير وسببت ليكم أذى من قبل، سببت لكم أذى، أنا شايف لكم نصرة، شايف لكم نصرة بإذن الله تعالى، شايف لكم نصرة بقدرة الله. لأن أنا شايف برضو هنا أنتوا عندكم تعب أو تعبانين وتفكيركم مشتت، شايفكم مشتتين، لكن في أيام حلوة وفي تغير للأفضل. حصل مشاكل عاطفية وعدم استقرار، أنت بحاجة للهدوء والاسترخاء وفي سعادة قريبة بسبب خبر أو مكالمة، وفي شفاء من سحر أو من المس قديم، وراح تشعر بالفرق كما قلنا، راح ترى بعينك بقدرة الله تعالى. وأخواتنا في الله اللي بيطبق طرق العلاج ويسألني إزاي يا شيخ أكون شفيت، لأن أنا منزل معاكم في القناة جميع الطرق من قبل، منزل الشفاء على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا الحسد وجلب الحبيب ورد المطلقة واسترداء الزوج، كل هاي الطرق منزلها. وعندك العلامات اللي تثبت ليك، شوف التعب اللي كان عندك، زي انت حاليا لما بتروح لدكتور وبتكون تعبان من المعدة، بتاخد الجوا بتروق المعدة، بتعرف انك شفيت. هنا هاي العلاج السحر هكذا، او علاج المس هكذا، تشوف العلامات اللي عندك، ان كان عندك تعب في المعدة او في العمود الفقري او الصداع، تستمر بعد الشفاء، تستمر برضو بعد الشفاء ب7 أيام. شايف برضو عندك هنا الشفاء بإذن الله تعالى من السحر أو من المس القديم، راح تشفى منه وتشعر بالفرق، لأن شايف هتشعر بإذن الله. شايف عندكم هنا عليكم مراقبة، في شخص بيراقبكم في غاية الخبث، هذا الشخص بيراقبكم في غاية الخبث، شخص مش كويس بيراقبكم. في فرصة هتدي لك في غاية الأهمية، حاول أن تستغلوها، استغلوها، لأن أنتم مريتم بتجربة صعبة، حاولوا أنكم تتعلموا من الماضي أو تتعلموا منه، لأنكم مريتوا بتجربة كتير صعبة. برضو عندكم شفاء لأحد الأقارب، في أحد من أقاربكم تعبان أو مريض رح يشفى بإذن الله تعالى عن قريب، يدك بابكم الخير بدون كسل. ردد يا الله يا الله يا الله يا الله، ردد كثيرا يا الله هو الشافي الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم أخواتنا في الله، لايكاتكم حبايب قلبي، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضلا وليس أمرا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما كنا تحت الفيديو كلمة المزيد، دوس عليها تلاقي اللينكات سايبها ليكم، علاج السحر وعلاج المس وعلاج الحسد وكل شيء، وداخل القناة من قبل منزل كل شيء. اللي كثير اخواتنا في الله يكتب علاج السحر في التعليقات، ادخل داخل القناة احبابي في الله وقلب فيها الفيديوهات، هتلاقي من قبل منزل لكم كل الطرق، سايبها لكم كل الطرق داخل القناة، سيبها لكم. أكثر من قراءة صورة الإنسان بإذن الله تعالى راح تفتح معكم الأبواب المغلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة إسرار العالم.